لو ضرب بص في كام ضربه قبل كده؟ اقطع كمان بص اقطع الفك بص. أظن كل الناس شافت الفيديو. مختل عقليا مشكلة البلد أي كاهن يموت شهيد، تلاقي الإجابة مختل عقليا. الفيديو لما نزل أنا أول واحد بكيت عليه. قصة حياة الشهيد أبونا سمعان شحاتة، اتولد يوم 31/3 سنة 1972 وكان اسمه دانيال، وكان مشهور بالمحبة. حصل على شهادة صناعة وبعدها دخل الجيش سنة 1994، وحصل على الشهادة الإكليركية يوم 28/2 سنة 1998. اختاروا الأنبا أثناسيوس مطران بن سويف باسم القس سمعان على مذبح القديس يوليوس الإقفاصي في نوفمبر 2005. كان نفسه يبني كنيسة وكان مهتم جدا بالفقراء، وكان بيحل مشاكل الناس. ويوم 12/10 سافر على القاهرة علشان يخدم، طلع عليه شاب وطعنه ونزل فيه بسكينة، طبعا وجع قلب لاني وصلت لدرجة الكهنوت يا رب وتسكت. بسبب كده كان ربنا له رسالة، انا عايز ابونا سمعان شهيد في السماء وكل الناس تتشفع بيه ويحصل من جسده معجزات. بركة وشفاعة أبونا سمعان شحاتة تكون معاكم وتفرح قلوبكم.